بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن الآية دي بالنسبة لنا اليوم، إن سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم. خليني أقول حاجة، في رأيي أشطر خادم، أنجح خادم أو كارز هو اللي عارف يسمع صوت ربنا وينفذه طول الوقت، أو اللي قلناها في مرة تاني هو الجايدد بالروح القدس. فأصبحت قضية لازم نعيد ونزيد فيها كل شوية. أنا عارف كلمتكم في موضوع شبه كده قبل كده، إزاي أسمع صوت ربنا وإزاي ما أسيش قلبي، لأنه غالبا الآية دي بتنطبق علينا. وكلمة اليوم معناها احتمال تكون بتحصل يوميا نفس السيناريو، أن أنا بسمع وبعند، وتاني يوم بسمع وبعند، تالت يوم بسمع وبعند، وأفضل ماشي سنين كده زي ما حصل مع اليهود. أول طريقة أساسية لسماع صوت الله هي الكتاب المقدس. مهما قلنا وعدنا، إحنا أكتر صوت بيعبر عن صوت ربنا هو كلام الإنجيل. من هنا اللي بيقرأ فيكم قراءة منتظمة والفترة كافية أكثر خضوعا لكلمة الله. مهما كنا خدام وعارفين وفاهمين، الحقيقة إحنا مش ماشيين زي ما ربنا عاوزنا نمشي، لأننا مش بنقرأ كفاية، مش بنقعد مع الإنجيل كفاية، ولازم نعترف بكده. وممكن تبقى في أيام وشهور راحت من عمرنا لأننا مقسيين قلبنا، الصوت جاي باهت قوي لأن مش بقعد مع الإنجيل ده. أي على نفس الخط العظات والتفسير، يجوز في واحد مش بيعرف يطلع الفايدة لوحده، لو سمع تفسير أو عظة كلها مرتبطة بآية ما هو برضو بيسمع صوت ربنا. وياما ناس فيكم في آية أو عظة أو فكرة أثرت فيه وحس إن دي صوت ربنا وخد بيها موقف إيجابي من حياته. في نفس الاتجاه الحوارات والتأملات، ساعات تجي لك مسج على الموبايل أو على الواتساب جروب، أو تلاقي تأمل فرق معاك، أو حكاية ريليتد لحادثة في الإنجيل أو آية، أو الآيات مجرد آية واحدة لو رنت في دماغك بإلحاح واستقبلتها صح أنت هتتغير. خلي بالكوا، ربنا كان منتظر من الشعب مش كتير، كان منتظر ان الشعب يعبده بس، كان منتظر ان الشعب يبقى امين معاه، ما كانوش مطالبين بكتير، ومع هذا هلكوا اغلبه بسبب الآية دي، اليوم ان سمعتم صوته لا تقس قلوبكم، لانه لهم اذان يسمعون ولا يسمعون، عيون يبصرون ولا يبصرون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ. يبقى اول طريقة تخليني اسمع صوت ربنا الإنجيل. ساعات الواحد يقول أنا مش سامع الصوت، ما أنت مش بتقرأ كفاية، اقرأ كفاية، اقرأ أكتر، اسمع وعظات أكتر، هتلاقي صوت ربنا أوضح. تاني طريقة نسمع بيها صوت ربنا أب الاعتراف، زي ما قلت أن موسى كان الوسيط الأساسي في استماع كلام ربنا. بالنسبة لنا أب الاعتراف بيقوم بدور موسى. أحيانا تبقى أنت مش عارف مطلوب إيه بالظبط، وفي ناس في الاعتراف تقول يا ابونا قول لي حاجة محددة أعملها، أو قول لي أكتر حاجة من اللي أنا قلته ده خطر عليا، أبتدي بإيه؟ أنهي خطية ركز في جهد ضدها؟ أو إيه أكتر تدريب عاوزني أعمله؟ وإحنا عارفين ضمنيا مفروض نصلي، مفروض نقرأ، مفروض نحب الناس، ما ساعات تطلب حاجة محددة. فأب الاعتراف صوت ربنا طبعا. وعشان كده لما الواحد فيكم بيقعد فترة ما يفحصش نفسه، يبقى هو مش سامع صوت ربنا، يبقى مقسي قلبه. وكذلك لما يهمل الاعتراف بالشهور ويمكن بالسنين، طبيعي طبيعي، احنا ما فيش حد بيقعد مثلا بالسنة بعيد عن الأب الاعتراف ويتقدم روحيا، تأكدوا ان ما فيش حاجة اسمها كده، بيبقى خداع. لكن لازم لو بعدت عن أب اعترافك هتلاقي بعد فترة انك روحيا اتلخبطت أو اتسحبت، أو على الأقل ماشي على محلك سر ما فيش تغيير، ومش ده اللي ربنا عاوزه. اليوم إن سمعتم صوته، أنت مش سامع. كمان مش بس فحص النفس، التدريب الروحية، الاتفاق على تدريب داخل الاعتراف أو عن طريق فحص النفس، بيبقى ده صوت ربنا. مجرد أن يعجبك تدريب، ده مقصود أن ربنا شاور لك عليه. لما تحس أن التدريب ده مناسب ليك أو أنت محتاجه، ده على طول معناه أن ربنا بيقول لك أيوة أنت محتاج الخطوة دي تمشي. ثالث نقطة في استماع صوت الله، الصلاة الحر. ربنا بيتكلم في مخدع الصلاة، بيتكلم وانت لوحدك،
أو بيتكلم وأنت غمض عينيك وقافل حواسك عن العالم، ربنا بيتكلم بقى من جواك. يبقى ربنا بيتكلم من براك عن طريق رسالة خارجية زي الإنجيل أو الوعظة، أو عن طريق رسالة مباشرة من أب الاعتراف. لكن كمان ربنا الروح القدس بيكلمك من جواك داخل الصلاة مين لي، ومش أي صلاة. الصلاة الروتينية السطحية مش هتسمع صوت ربنا، لكن لو صليت بقوة هتلاقي ربنا كلمك. أذكر هنا قصة داود النبي لما روح مرة لقى أنه بتوع عماليق دخلوا خدوا كل الستات والعيال وحرقوا البلد وانهار نفسيا. يقول لك حتى هو والرجالة بكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء، خلاص كلهم تصوروا أن عيالهم اتذبحوا. وبعدين تحمل داود على نفسه وابتدى يصلي. لما صلى جاله الصوت اطلع وراهم وهتلحقهم، مع ان منطقيا ده كلام مش ممكن، يعني يطلع ورا جيش مش عارف مشي في انهي اتجاه ويلحقه وينقذ الناس، ويمكن ما فيش ناس اساسا عايشه. لكن مع الصلاه الحاره الصوت كان واضح، اطلع وراه وانا معك، مع ان داود كان غلطان وكان هو سبب الماساه. لكن لما صلى صلاه حاره سمع الصوت كلير، وفعلا راح وانقذ كل الناس ومحدش مات. عشان كده في تعبير جميل ممكن يتفهم هنا، الكلمة قريبة منك جدا. بصوا الآية، الكلمة قريبة منك جدا. الكلمة يعني كلمة ربنا في فمك وفي قلبك لتعمل به. يعني ساعات وانت بتصلي الكلمة اللي بتقولها في المزمور خبطت فيك، الله طب ما هو انا ربنا بيقول لي اعمل دي. في فمك او في قلبك او انت بتصلي يجيلك احساس او فكرة ربنا عاوزني اعمل كده، وهي قريبة جدا. يعني ايه الموضوع؟ انت مش محتاج تسافر له اميال، مش محتاج تسأل فيه قوي، لا، لو بتصلي كويس الكلمة قريبة جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. لتعمل بها يبقى انت عرفت بالضبط ربنا عاوزك تعمل ايه. يبقى قلنا ثلاث سكك يوضحوا لنا صوت ربنا. واحد، لما تكون مركز مع الانجيل او كل ما له علاقة بالانجيل، تفسيرات وعظاته. اثنين، قلنا أب الاعتراف، ممثل موسى النبي اللي كان بيوصل الرسالة صريحة من ربنا للشعب. ثلاثة، الصلاة الحر. مع الصلاة الحرة افتكروا كمان ما أسهل إنك تقول له يا رب عاوزك تقول لي بالضبط أعمل إيه، خلاص اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. رابع طريقة ربنا بيتكلم بيها أو تسمع بيها صوت ربنا، التجارب. ساعات الواحد يفضل مش فاهم ربنا أو مقتنع بحياته أو راضي عن خدمته، أو يعني شعاره ليس في الإمكان أفضل مما كان، وماشية يحضر قداسات ويصلي خمس دقائق ويقرأ شوية خفيف وماشي. بس هو ربنا عاوز حاجة هو مش راضي يفهم، بيشاور على حاجة كبيرة هو مش راضي يسمع. ساعات تيجي شدة ودن بقى وتكون دي صوت ربنا، فربنا بيتكلم في التجارب، بيبقى في التأديب في التقويم. ربنا يأدب الواحد عشان يسمع صوته صح. أشهرها أيوب مثلا، ما كانش سامع الصوت بتاع أيوب أنت مش أحسن واحد في الدنيا، أيوب بطل بر ذاتي، ما كانش قادر يسمع الصوت ده خالص، كان مقتنع تماما أنه رجل الذبائح ورجل البر ورجل العفة ورجل العطاء ومستر بيرفكت، وفعلا هو عدل عيب، لكن مش قادر يسمع ان ربنا بيقول له حاجة، لا طلع في الصلاة ولا طلع في الانجيل ولا في اب اعتراف. فجت تجربة تسمعه الصوت اللي من غيره مش هيدخل السماء. او ساعات تبقى التجربة انذار او عتاب. عشان كده يفضل يا جماعة ما نستناش لنمر اربعة. يعني ايه اليوم ان سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. هو انت ليه تستنى العلقة عشان تفهم ربنا عاوز يقول ايه؟ ما تسمعه في الانجيل او في اب اعترافك او صلي كويس فتعرف ربنا بيقول ايه. لما بتيجي تجربة هتسمع بس يعني هتبقى مش الطف حاجة، يعني هتبقى برضو موجوع وانت بتسمع. نمرة خمسة، ربنا كمان يتكلم في الاحداث. الشخص الحساس مش بس بيستنى رسالة مباشرة في الإنجيل أو في أب الاعتراف أو في الصلاة أو في مؤتمر أو لا، هو ممكن الأحداث العادية يلقط بيها حاجة، ممكن حاجة تخص شخص جنبه يستمع منها صوت ربنا.
ممكن واحد بيقول تعليق عابر، ممكن موقف ما أثرش في حد بس هو علق في ذهنه. هنا دي مش تجارب، دي أحداث. زي ما حكوا للمسيح مرة عن البرج اللي وقع على ناس في سلوان، حادثة في الجرايد، ربنا يسوع وراهم يعني إيه يستقبلوا الأحداث دي كمسجز. أتظنون أن هؤلاء كانوا أكثر خطية من الساكنين في أورشليم؟ كلا، أقول لكم بل إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. الأحداث كمان لما تحس أن ربنا بيوفقك أو بيستجيب لك أو من غير ما تطلب بيعمل حاجات أنت شايف أنك ما تستاهلهاش أو أكتر كتير من حقك، مش ده صوت ربنا؟ ما هو ده صوت، صوت بيقول لك أنا بحبك، صوت بيقول لك أنت لسه ابني، صوت بيقول لك أنت خايف ما سامحكش. إذا كنت بجيب لك الخير من غير ما تطلبه هتطلب الغفران مش هدهولك؟ فإذا بتبقى في مسجز باي ذا واي كده، لمجرد أن ربنا ساتر ومبارك وبيدي حاجات مفاجآت وبركات من إحسانات الله، أننا لم نفنى. إحسانات الله تتكلم، عطايا ربنا نفسها تمثل صوت ربنا. الأحداث دي زي المرسلين، عشان كده في واحد مهما حصل من أحداث تلاقوه ما يستقبلش، تلاقي ناس بتقع من حواليه بتنتهي حياتها، يلاقي ناس بيحصل لها حوادث، يلاقي ناس كانت ظالمة وربنا أدبها تأديب شديد، يلاقي وكل ده مش راضي يستقبل. ده يقال عليه ما قيل عن أورشليم كنفس يا راجمة المرسلين إليها. كم مرة أردت يعني طب أعمل معاك إيه؟ بعتلك مرسلين بالعدد، بعت رسائل كتير قوي، رسائل بالصوت الصريح، رسائل عن طريق الإنجيل، رسائل عن طريق التجارب، رسائل عن طريق الأحداث. بالنسبة لشعب إسرائيل زي ما أنتوا قلتوا كده، أنا مش هزود على اللي قلتوه، ربنا كان بيتكلم من خلال موسى كرجل الله، بيتكلم من خلال الشريعة تمثل الإنجيل، من خلال عمود النار تمثل المعجزات والبركات، من خلال المعجزات نفسها، من خلال الأزمات والتأديبات. إذن ربنا كان بيكلم الشعب بنفس الطريقة، لكن للأسف انطبق عليهم فكرة قسوا قلبهم. طيب، إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في يوم الإسخاط. كيف تأتي القساوة؟ يعني إيه الواحد يقسي قلبه على صوت ربنا؟ هقول شوية أسباب فكرت فيها، يجوز بعضكم يلاقي أسباب تانية. ساعات قسوة القلب تكون خوف من التغيير، يعني أنا متعود على وضع معين فأنا مش مؤهل نفسيا أن ربنا يقول لي غير حياتك وغير طريقتك وغير ظروفك، أنا مش عاوز ده. فأي مسج بتيجي قريبة للمعنى ده أنا بعتبرها مش تبعي، لأني خايف، خايف يقول لي سامح، خايف يقول لي سيب كل فلوسك، خايف يقول لي سافر، خايف يقول لي ما يهمكش واطلع من الشغلة دي، خايف يقول لي لا العلاقة دي لازم تقف، خايف. فساعات الخوف من التغيير يكون هو اللي مقسي القلب، يكون في صوت صريح وبيلح وبيتكلم عن طريق واحدة من اللي قلناهم دول كلهم، بس يكون في خوف. اتنين، ساعات يبقى التجاهل. التجاهل بمعنى ايه؟ ما عادي، ما وعظة زي أي وعظة، مع أن الكلام قريب قوي ليك، ويمكن الأمثلة اللي بتتقال في الوعظة ركبة رشقة عليك، بس برضو أنت إيه مش راضي، مش راضي تاخدها على نفسك. فده نوع من القسوة، أن الواحد يتجاهل أن الصوت راكب عليه أو أن الرسالة صريحة. لا، اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. ساعات يسقطها بقى، يعني ايه تبقى أسوأ من التجاهل؟ انه يحس ان الرسالة دي يستفيد منها شخص اخر، فيسقط هذه الرسالة زي اللي جاية له الكرة يقوم عاملها كده يبصيها على واحد، لكن هو مش عاوز يمسكها، مش عاوز يلقف. سبب اخر للأسوأ العند والكبرياء، اللي بيخلي الواحد حتى لو سمع رسالة صريحة من ربنا ما يستفدش. زي الفريسيين، كان في كلام من المسيح في وشهم، ويل لكم أنتم مرائين، ولو ما زادش بركم عن الكتب والفريسيين مش هتدخلوا السماء، راحوا موتوا. يعني فيش عنده كبرياء أكتر من كده، لكن الكلام كان صريح أوي. الأسوأ كمان ساعات تيجي بالمشغولية، أن الواحد مشغول لدرجة مش قادر يسمع الصوت،
وبخاف تكون الخدمة أحد أسباب المشغولية، إن الواحد حاطط همه في الخدمة، المشاوير والناس والموبايلات والفيسبوك والسفريات وبعدين إن كان معاها شغل ولا معاها عيلة كده، الوقت اللي فاضل للإنجيل أو الصلاة أو الاعتراف أو استماع صوت الله قل جدا. فالقلب إسهي اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. أكبر الخدام كان بيجي لهم وقت ينفصلوا عن العالم عشان يسمعوا كويس، إيليا، موسى، يوحنا المعمدان، ربنا يسوع له كل المجد. الأسوأ كمان تعاد تيجي عن طريق الاستهانة، إن الواحد يعني يقول في قلبه يعني هيحصل لي إيه، هيحصل لي يعني. مش فاكر مرة حكيت لكم القصة دي ولا قريتها في كتاب أمريكاني عن راجل في الأول الخمسينات كده، فعايش في أمريكا وكان مسيحي بيروح اجتماع في كنيسته، يعني ما هوش أرثوذكس يعني، لكن هو كتب القصة دي أنا قريتها. بس كان واقع في موضوع البورنوغرافي اللي هو بيتفرج على حاجات وحشة كل يوم كده، وهو طبعا يروح يوم الحد يسمع الوعظة وضميره بيشكشك وعارف انه اكيد ده مش صح، انه يقعد عايش في الفكر النجس ده طول الوقت. فهو كتب القصة المخيفة دي، قال في يوم وانا بفتح الكمبيوتر عشان ابتدي الليلة يعني جالي هاجس كده يعني، وكان نفسي يوم الحد بالليل بعد الوعظة يعني. فقال هو حس ان ربنا بيقول له بلاش بقى كفاية. قال أنا فكرت بطريقة غريبة جدا في اليوم ده، قلت له يعني هتعمل فيا إيه يعني، هتعمل فيا إيه يعني، ما أنا بقالي 10 سنين كده، هتاخد ابني يعني. تاني يوم ابنه كان مسافر بالطيارة، الطيارة وقعت، فكتب القصة عشان الآية دي، اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. يعني حاسب، ما تاخدش الأمور ربنا يكلم مرة اتنين تلاتة عشرة، لكن لو استهنت بصوت ربنا مخيف هو الوقوع في يد الله. فحاسب اللي ما سمعوش صوت ربنا هلكوا حتى لو كانوا من شعبه، فاحنا الموضوع لازم ناخده باهتمام. الأسوأ كمان ساعات تيجي عن طريق التفسير الخاطئ. من الحاجات اللي تأسي القلب ان الواحد يفسر الآيات او العظات أو أي معنى روحي فلسفه ويديله معنى آخر لا يطالبه بشيء، زي موضوع حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. أغلب الناس بتفسرها لأنه إيه اللي يتعبك ابعد عنه، دي طاقتك. هاي الآية مش بتقول كده خالص، الآية بتقول عكس كده، بتقول اعمل كل ما في وسعك عشان يبقى بينك وبين الناس سلام. لكن الناس خدتها من كلمة طاقتكم، يعني ما تجيش على نفسك. ما تجيش على نفسك ازاي؟ أما اللي أحب أعدائكم ومن سخر كميلا والخد التاني أكيد المعنى مسكت. بس ده تفسير خاطئ، فممكن الواحد يتشبث بيه عشان ما يتعبش ضميره، لا يروح يصالح ولا يصلي الأعداء ولا يقرب منهم ولا يتعامل معهم، ويقول لك الآية بتقول. الأسوأ كمان ساعات تيجي بالتبرير. يعني ممكن إنسان يبقى فيه كلام بيوجعه أن الإدانة خطية وحشة قوي، لكن يطلع دايما في عقله الباطن رد، ما هي الناس كمان وحشة، ما احنا كمان لازم نميز، ما احنا كمان مش مغفلين، ما ينفعش ما نشوفش الغلط، ما احنا لازم نبقى واعيين عشان ما يضحكش علينا. عمال يبرر اللي بيها مش هيسمع الوصية بتاعت لا تدينه، لانه عمال يبرر بيرد بمنطق على الوصية اللي بتطلبه، بطل إدانة، انما هو عمال يطلع لها تبريرات وينكر. طبعا الأسوأ بتيجي لما تكون في خطية محبوبة الإنسان متشبث بيها، ساعتها مهما سمع الحياة بيبقى بيسمع مش بيفهم أو مش بيستقبل أو مش بيتغير، لأن هو متعلق بخطية معينة، بيصلي وهو مش ناوي ينفعل في الصلاة وخايف ينفعل يوم ربنا يقول له سيب الخطية دي، فمش عاوز يزود في الصلاة. ولما يقرأ الإنجيل يقرأ بسطحية عشان يخدر ضميره، لحسن الإنجيل يدخل زيادة يقول له بطل الخطية دي، وخايف يروح لأب اعترافه لحسن يقول له بطل، فيقعد يماطل ويأجل، فممكن تبقى الخطية المحبوبة سبب. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. آخر نقطة أقولها، كيف تزداد الحساسية لصوت الله؟ احنا احوج ما يمكن ان احنا نسمع صوت ربنا، وكلما زادت مسؤولياتنا كخدام
في رأيي كل ما كنا محتاجين نسمع صوت ربنا أكتر من الأول. أول حاجة تخلي الواحد يسمع صوت ربنا بشكل صريح، هقول أفكار يعني أنا أكيد قلناها كتير بس نعيدها. صلي وانت بتقرأ الإنجيل، امزج الإنجيل بالصلاة، ما تتعاملش مع الإنجيل بعقلك بس، يعني اتعامل مع الإنجيل في روح الصلاة. يعني أقول لكم حاجة شخصية، يعني اليومين اللي فاتوا كنت بقرأ أخبار الأيام آخر 10 إصحاحات كده، أنا ذهلت من كمية الملوك اللي ابتدوا كويسين وانتهوا مش كويسين، اترعبت الحقيقة. فبقيت طول ما أنا بقرأ قصة أبية وآسة ويهوشافاط وحزقية، كل دول ملوك كويسين، كل دول حفدة داود النبي، أغلبهم كانوا كويسين، لكن اليوم أخطاء فظيعة، وأخطاء بدأت صغيرة وكبرت قوي. فطبعا خفت، فبقيت معقل له قصة، يا رب ما تسيبنيش ألخبط كده، أمشي يومين كويس وأتلخبط خالص. فرأيي دي فايدة كبيرة، أن الواحد يصلي باللي بيقرأ، ما تبقاش الموضوع مجرد معلومة أو آية أو تكرار لمعاني عارفينها. لا، احنا في الآخر معرضين لنفس القصص ونفس المعاني دي، احنا بشر هنعيش يومين وهنمشي زي اللي قبلنا، بس ممكن تبقى النهاية كويسة وممكن تبقى وحشة. فهنا صلي بالإنجيل، اتعود تقرأ وتصلي، وانا عارف ان في بعضكم بيعمل الحكاية دي بقاله فترة. تاني حاجة تزود حساسيتك لصوت ربنا، تمسك شوية بالهدوء. احنا في زمن اغلب الناس ما بتحبش تقعد فاضية، وعلى طول يا موبايل يا تلفزيون يا تابلت، يا مش قادر يقعد دقيقتين فاضي. يعني خطر على فكرة، احنا محتاجين نهدى شوية، نطفي كل حاجة ونحاول نسمع ربنا. الهدوء مجال انك تسمع فيه صوت ربنا اكتر. يجوز بتقلب عظة في دماغك، آية، موقف، بتراجع يومك، بتراجع العمر كله، ما كل ده مش هيجي في الدوشة والمشغولية. الحساسية تزيد لصوت ربنا لما تواظب على فحص نفسك وعلى الخلوة وعلى الاعتراف. لو بقيت مواظب انك بتعترف بانتظام او انك بتاخد خلوة كل شوية، هتلاقي انه بتميز صوت ربنا اكتر من الاول، وسامع المسج كلير اكتر من الاول. الحساسية كمان تزيد لما ما تستعجلش الكلام، يعني استمع لرأي الناس شوية. مين قال ان الناس دي مش بتقول كلام ربنا؟ مين قال ان ربنا مش بعت كلمة مع الناس او مع الموقف؟ ليه دايما ناسي ان ربنا بيتكلم؟ لا، ربنا بيتكلم طول اليوم مع الناس ومع التجارب ومع الاحداث. فانت ما تستسلمش للمشغولية وما تستعجلش الكلام. الحساسية لصوت ربنا بتزيد قوي مع التواضع. كل ما الواحد كان منكسر القلب متواضع، كل ما كانت ودانه نظيفة قوي، وكان بيستقبل بسهولة جدا، ويبقى ربنا على طول بيقول له بلاش دي، وقف ده، صلح دي، اعتذر، صلي، سيب اللي في ايدك. هيلاقي انه بسهولة بيميز الصوت لو كان متواضع وعايش حياة توبة. اخيرا اقول تركيز مع الرسائل القصيرة. ربنا مش دايما بيطول في الكلام، ساعات تبقى مسجز بسيطة سريعة قصيرة، زي مثلا المسج بتاعت اتبعني، قال لمتى كلمة واحدة، عملت من متى رسول. فاحنا ساعات تبقى في كلمات قصيرة بنعديها مش واخدين بالنا. تعود تبقى تلميذ للي حواليك، ركز عشان اللي حواليك أطفال وكبار، خدام قدام وجداد، مجربين وغير مجربين، كل الناس دي ممكن ربنا يكون شايل معاهم رسالة ليك. لو ركزت كويس على الخدام وعلى الأحداث، هتلاقي مستمع جيد لصوت ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد.